مستحيل يوم يمر علي بدون ما أشتغل الثلاث شغلات اللي ربنا ولجني فيهم. ما شاء الله منور منور، الله ينور علينا. أنا المهنة تبعتي لحن، والعمر 69 سنة وشهر، خلينا نقول بدك فيها شهر، بلاش الشهر 69. طلعنا بخير. السلام عليكم. الصبح أفيق من الفرشة على 7:15، بكون واصل إن شاء الله مستشفى عالية على 7. هل بلاقي في الطريق ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نروح وين؟ الكلى إن شاء الله. الحاج ولا حاج المريض؟ كل واحد نقول له السلام عليكم يا عم الحاج، كيفك يا عم الحاج؟ كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله. منور بسم الله ما شاء الله منور. يرزقنا ويرزقك بالحلال، يوفى عنا وأنك خير بني آدم، شر أنفسنا، نفر عليهم كلهم، نروح على إيش؟ على الأوضة الثانية، مو في أقسام. بالنسبة لأبي الله يرحمنا ويرحمه، كان يطلع يوم الاثنين ويوم الخميس على المستشفيات، بس يومين في الأسبوع. أنا قلت له لا أطلع بأمر الله كل يوم، عشان تعب. قال لي يا ما تتعبش حالك، أنت رايح جاي على المستشفيات هون. طلع يا أبوكي أنا قعدت برخت، قلت له كل شهر برد عليك، لو تقول لي بدي أذبحك وأقول لك اذبحني، بس بالنسبة لزيارة المريض لا يمكن هذا الشيء بأمر الله. بجاه الشافعي محمد الله. كيف تشوفوني؟ بتأدي بلا أول ما بخش كلهم بصيروا يضحكوا، كان هم ولا الدكاترة ولا النرسات، كلهم بيصلوا على النبي قبل ما أقول لهم حتى، بيدعوا لنا دعاء كثيرة، يعني مش قليل، يعني دعاء المريض مستجابة، يعني بعد أوقات أنا بصير أبكي من كثر ما بيدعوا لي. سلامتي الجميع بأمر الله. في حديث بزور أخو المسلم 70,000 ملك بزفوه من المساء إلى الصباح، يعني لكم ثواب أنتم هذي اللي سويتوه برضه، صح لكم يعني حصة. لا يمكن إلا وقت يترتب، يعني بصيرش ما أرتبوش ولو علي كل شغل، إلا أروح أرتب، أروح أزور المستشفى عليا، وتأجي أسكر المحل، الشيطان بيضحك علي بدعسي بدنك على رقبته وبضل طالع، بردش علي. بتعرف أنا شو بفكر؟ بقول لو كبرت وما قدرتش اطلع بدي اخلي الاولاد يحملونا على الكرسي يودوني. انا مبسوط اكثر شيء من الشباب من الاولاد الصغار اللي زي هذول اللي بيصيحوا عنا هذول. مكفيني انا هذول، ليش؟ هذول متعلموا ان شاء الله تكبروا بضلوا ان شاء الله يصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. عشان محبه الملبس هم بيجوا، بس ايش بيتعلموا؟ تعلموا الاخلاق، العمل الخير واسمه خير. الله كفى عمل الشر، هذاك اللي فيه تعب. صحتك بامر الله، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو بأثر يا زلمه، سوي للاخره، نسوي اللي راحت وبكره يتقتلوا الولاد عليهم، لا سوي حسنات للاخره، والله لا انا بنفعك ولا ليرتك تنفعك ولا بناك بينفعك ولا شيء بينفعك الا قلبك ولسانك بذكر الله.